بمشي الروح حديني. بس بس يا خالي لا تحطم. قلنا لتحديني ميودني كني يا حلو تقوديني، فضحتيني جدا بخلق الله. وهي خالي شفيك شفيك علي، ما كلني بكشوري الله يهداك. هذا المخرف بالشبت لاشت فيه، شو اسوي وياه؟ ها سلامة عمرك، سلامة عمرك يا خالي. انا خايفة عليك وانت تمشي تدعم في هالهيدران. اي لازم اياودك. يعني انا تشوفين هالحين ياهل ياهل قدامك ياهل عشان تخافين علي؟ لا لا قولي كان ياهل. محشوم محشوم، بس ادي خاطري قالوا ان انت محتاج حق الراحة والعناية وانا بدير بالي عليك. هي هذي الدخاتر ما عندهم سالفة البر، ما عندهم سالفة البر. اقول لك هذي طالع عمرك عيل. انا إيه؟ انا الموسم مفتاح اللي داوى خلق الله. تودينا المستشفى يا وديمة؟ عشان أسوي دواك ما نفعك، لو إنهم في فائدة كان نفعك. أقول خالي مش سير سير داخل. وين وين بيتكم؟ بيتنا هذا اللي هني، نسيت الفريج أنت الله يهديك. هذا؟ إيه. هاي زين. إيه. مخرف. إيه. مخرف يا حظي. يلا قومي يبي الفنيان القهوة وصحن الشح، في نصوع الفنيان قهوة. أنت ممنوع من القهوة قال الدكتور، أنت سمعته. إيه تبي الشاي بسوي لك. شو الشاي بعد هذا؟ شو تشوفين حور قدامك عشان تجيب لي شاي؟ شنو ثور؟ خلي شبيك الله يهدى، قمت تخوره وتنشبه. أنا ما قلت شذي. بعدين الشاي شبيه هذا الناس كلها تشربه. إذا ما عاجبك الشاي سليماني بسوي لك شاي كرك. إيه يقسون عليكم، يبوكم ورق شير من سيلان وانتم ما تصدقون خبر، على طول تفورون وتشربونه. هقوم كود عندنا السدر والغاف ويا حلاتها مشيشة الغاف. شنو شايفني بعارين والله غنم؟ بلاكم انتو البارحة عشرتونا حشرة الا طول الليل مباع ومباع. شو عندكم ما تخلون الواحد يعرف يرقد؟ والله شو بلاكم متويعين خايفين من شي متروعين؟ شو عندكم؟ اقول يا لمباء تعالي يلسي سولفي وياي. انا ياي عاد باخذ بخاطرك وبيلس وياك، وانت ياس تهدربين الا ويا الهوش. والله عاد اليلس والرمس ويا الهوش ابرك. افا افا عاد يا ربيعتي افا، انا ياي تنيت وبيلس وياك وانت ياس وياك. اهون عليك عادل؟ انت عاد لو ودي موهنة كان اصلا ما ياتيني. الا انت تدراك ان وديمه محق ادريبها سايره المستشفى راقده ويا خالها مفتاح. بنت اسمه خبرتني قبل لا تشير بيت خالها يوسف. مفتاح لموسم راقد في المستشفى؟ ايه بعد هو ادمي يصح ويمرض. لكن عاد انا بخبرك يقول لك هذا مفتاح ايده مبروكه، من يعالج واحد كذي بس يمسح عليه يقوم يربط كان خير. شو هذا؟ ربع عيش؟ أشوف إنه ربع عيش، على بالي تفجرينا أحس بسبوس؟ وبعدين وين الحلا؟ وين السمك؟ وين الدياي؟ وين اللحم؟ صدق اللي قاله هو نفسه أمر بالسوق، هذا اللي يبي بأجله. خالي الدكاترة مانعين عليك السمك واللحم، ها؟ شفيك؟ تسمع لو ما تسمع؟ ما يلهم حق منعون عن اللحم، شي على كيفهم هم؟ الله محللنا وهم حرمونه كب يوهم. هما ما منعوه عنك الا في ضرر لك. اللحم يضرني واللحم ما يضرني؟ من سنين ومنين ونحن ناكل شحوم ملحوم وما سمعنا حد انضر من العيشه. شو هالسوالف دي؟ اقول ما تم كوليسترول ولا ضغط، كل واحد كرشها. اقول خالي اكل العيش والروبة الحين وباكر ان شاء الله بنصير الدكتور وبنشاوره وبنتكلم معه. يشاهد الله ان الخطر ما بطيحه. وهذا الدكتور اللي عندكم هذا يا ويله اذا شفته بسوق بهالعضة هذه على ظهره للاحمر. انت كل روب عيش. شو ها شو مسويه؟ أنا بمنو بياكل الجيش عندك فريج قطاو في البيت بياكلونه الكثر. بطرة هي بطرة يا ابو إبراهيم، ترانا بناكله. شو ناكل كم بناكل احنا؟ هذا وايد اسمعني
خفي نصه حق العشاء ونصه بناكل الحين، الله يقدرنا عليه. ان شاء الله بناكل عقب. بقول لك، انت تعرف ان مفتاح الموسم طايح في المستشفى؟ ايش قلتي؟ مفتاح وموسم وداوي الناس، ايش قام عالج عمره؟ اظني مرضه شايد. عاد انا قايل بعد، قايل بصير اتعالج عنده سلمكم الله، يوم يعدي الليل يجيني ويا احنا من رفضه. قم زين وبناكل شو هذا؟ زين لا. ابوي بنخلص الغداء وبمر بوديك المستشفى ان شاء الله بيعالجونك. ما داني ريحة المستشفيات انا. تراك انت عالت كم مرة عند مفتاحه ولا سوالك شيء. انت سير المستشفى بيعطونك دواء وبتخف ان شاء الله. شو بخف يا الخبرة، انت شو يسوون في المستشفى هناك؟ ما يسوون لهم شيء، يابع سدح على السرير. يمين يسار يمين يسار، قال انزل. عطاه كيس وفي حبتين دواء، قال روح. بس وايدين ماتوا. شانك الا ما مصدقني. قم قم على الغدا قم قم. وايد ماتوا. يلا يلا خالي يلا يلا هات امسك اشرب دواك. حاب ماكل هذا السم. هذا مو بسم، هذا علاج. فيه الكيماوي اللي يقولون عنه ولا ما فيه؟ فيه. عيال هذا هو السم اللي قتل الاوادم. الحين كل الاوادم تاكل هالدواء ما ماتت، انت اللي بتموت الله يهداك. اخذ الدواء علشان تخف يا خالي. انت ما عليك شافي الله. قومي سوري لي شويه زعتر وهاتي، انا عارف اداوي عمري. لو تعرف تداوي عمرك كان طبت من زمان. انزين خالي انا اقول لك، ايش رايك نسوي لك الزعتر بس بشرط تشربه كله انت؟ راي هي ذا زعتر بشرب لين ما يجر الصبح، ما عليك بس عاد انت. ايه غايه الطلب ينعمك زعتر، شلون يعني؟ وانت الحين الله يهديك، انا بشرب الدواء وانت تقولين لا زعتر ما زعتر، شو الخرابيط؟ انا اقول ايش رايك نطحن الحبوب ونحطها بالزعتر. وابوي اقش خالي غشي احسن ما يطلع روحنا. خالي انت جالس هني، سير داخل ريح شوي. لا خليني هني انفهلي احسن من الحكره اللي داخل. ولا بعد ممنوع قال الدكتور يجلس السكه لانه مضره بالصحه؟ لا 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 ما قال ولا شيء، اقعد براحتك وتنفه وتنشور وسوي لي كل اللي تبيه. خالي قام قط خيط وخيط قام يطيح فيني. اقول خالي اذا بغيت شيء ترى اسمه موجوده. ايه زين زين ايه زين. سليم تعال. ما وصل. دير بالك على خالي، ترى فيوزة ضربة يصير في شيء او يروح مكان ويضيع. لا تخليه يغيب عن عينك. اوكي اوكي معلوم. معلوم. بس تاكل في هالبون حسبي الله على ابليسك. اقول لا تخلي شيء يرمر، لا يكون تعطي بون يرتفع ضغطه. بعدين هذا في عصمان يروح على بوته. لا تقول علي بوته، هذا خالي احشم نفسك. يلا مع السلامه خالي. الله يسلم. دعت الله مستر شابي كيساي. شو هذا بعد شابي؟ شابي يعني مفتاح بس هندي. نعم انفه الرمسه هذه اللي ترمسها، عد رمستك ولا بخلي هذه العصا تسوي درب وشوارع في ظهرك. يلا قم قم ودع. ما شاء الله مفتاح ايش حالك؟ بخير وسهال. ايش حالك؟ دعساك بخير. سليم ايش بلاك يا مفتاح؟ هاي يسوي مسخره مع هو وفي زلان. يا حليلي يسوي مغي وياك. هي هو يعرض سوالف. مرحب مرحب عدال عيل دال. ابو هاشم بعد سقايل عيل. وشعر الريال شعر بعد. ايه عيل خلنا نسمع من عنده شعر. ابو زرقي وماي بولا جب هم جواهونجي جاني كها هونجي. سمعت القافيه؟ الله هونجي قال لك. الله الله. طيب يعرف يون بعد؟ تعرف تون؟ تعرف باقل نادان ناصمج ديوانا. سر لا زهلة زهلة. أقول لك تعال تعال تقهوى عندي في البيت. تعال بدك يا قم قم انجلع قم بشرب شاي قهوة اللي تبع. لا تجيب لي طاري الشاي هذا مالكم، لا تجيب حقي مولية. تعال 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 فرق تعال 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 تعال. كان عندك فنيان قهوة
انا اريد لان فيني صوع لفنيان قهوه. ازيدك؟ زيدني لا حد. واسمع شو يقول الشاعر. يقول اعدل مزاجي من دلال المقاني يضوي عليهن رعي الكيف خباب. صب لهن صب. حشر حشر فنيان ويقول لي زيد. تفضل. اقول مفتاح حسا ما شر يقولون في المستشفى خير. الله يسلم. صراحه ما ودي هم اللي خذون حق المستشفى ولا انا عارف دواي وعارف عوقي. اقول انا بعد مفتاح يعالج الناس ما بيعالج عمرك جاي. خير فري. ها اشم سوزه بيتكم. بعد بيتنا ابو الهسوسه سلمك الله. متغدين سمك اليوم؟ سمك يا الله. لا تذكرني بالسمك يا فري. لا تذكرني نفسي من زمان في السمك. شي باقي عندكم؟ افا ليكم ما متغديه مفتاح. هو تقول هلاك غدا اللي حاط لنا هديمه حاط العيش حاف تقول كانها تطعم ديج. ديج ديج. عاد اسمح لنا اخوي مفتاح. ها مام من قدرك. اي والله انا بعد متلوم فيك يا مفتاح. ما ادري بكنك ما متغدي. لا تلوم يا اخوي يا فرج. انتو صراحه ما قصرتوا ووفيتوا وكفيتوا. يا الله ان شاء الله نعمها دائمه. الله يسلمك. الحمد لله الصحه ردت الحمد لله. وبلاها ودي موت كذي مخلتنك في اليوع وهي تعرف ان انت ريال مريض. ما منها من بصائر هذه للدخاتر يعلهم النفاد. حارميني من كل شيء. لا لحم لا دياي لا سمك لا شكر لا ملح لا بطيخ لا شمام. باقي بس يمنعون عنا الماي. حسبي الله عليهم. وين خالي؟ وبلاش تسألين كنا خاطفينه. تسوينه يا بنت الخن؟ مجرمه؟ بس لا بس يبس يبسك ان شاء الله. طهف شلت ويشيلك ان شاء الله. اسكتي انت اللي اسكتي. عاد وين خالي خلصيني؟ اكو قدامك. انا هني 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 يا وديمة. تعالي اخري. فري شو هذا؟ ما عاد خالي سمك تبي تذبح الريال. ايه انت ما في قلبك رحمه؟ سمك يا وديمة سمك ما بسم. ايه ارينا سمك بس الدخاتره ما معينا عن السمك واللحم. بتذبحون الريال بيروح فيه. حسبي الله على ابليسكم يا اللي ما انتم صاحيين. قوم يا خالي قوم خلنا نسير. انا بتم هني عند فري ومقابل زرب الهوش. يا الله يا الله يذكرني بجلسه العزبه. روح انت روحي ما بي عندك. روحي زين يا القطو يا اللي تمشي على ريحه الدسم. هين انا بسير واخر انت واخري. حسبي الله على بيسك يا حلوم. خالي طردني من عندهم ويا ليس ولا همه. اهدم مي خلاص بتم عندهم شوي بيرجع. خايفة عليه يقولك عند البطون تعمل عيون. خالي بهيمه اللي حط راسه في الأكل ما يقوم. اي بس هو مو بياهل. حبيبتي هو مو بياهل بس اللي يالس معاهم عقولهم عقول يهال. حطين له الأكل ودب في هالسماج وما قاعد يطمشون عليه. بعد الدكتور مصخة كل شيء منعه عنه. أقول ليكون أنت تعرفين أحسن من الدكتور. الدكتور يعرف كل شيء. إيه والزخرة في سدرة البيت ودماي عودين على عود والزخرة يا سدرة البيت ودمايلي عودين على عود. صيحتني يا مفتاح. مفتاح شي ما تباك عندنا انت. يا فرج يا ليت يا ليت يا فرج يا بات عندك في هذا المكان الزين وانا مجابل الهوش. الله يا فرج الله. انت تذكرني بجلستي في العزبه يوم كنت هناك مقابل الهوش. يا الله يا فرج اللي خذوني منه وطلعوني منه. حسبي الله عليهم. بترد ان شاء الله. بترد يا مفتاح بترد. يا الله. الا اقول لك مفتاح ها سلمك الله. انا يوم يعدي نص الليل كذي
يضربني يا ريال من تحت العلبة لين هنا مرة ويا تقول مسمار كي ما تاسمني. أخ يا فرج أخ. وش حقه زين أخ يا فرج أخ وش حقه؟ هالميسم ما هني ما عند الميسم ولا كان بوسمك على بحرك وهي وحدة قاطف خلصة بتصبح الصبح أنت والخير تراكضون رباعة مرة تراكضون. أنا عارف يديك ترعى للميسم زي الله يهداك الحين لو يبتلك أي شيء حديد سكين ما ينفع. ما ينفع يا فرج ما ينفع. زين مفتاح أجيب لك سويت سيارة سلوم تاسمني فيه. ما ينفع. سلمك الله. اسمع عندنا البوية ما التانكي ما الماي مكسورة من كم من يوم بدلناها. الحديدة ما للبوية ما تنفع. قلنا لك ما ينفع ما ينفع ما ينفع. زي ايش رايك عندي هناك ميدار مالها أمور توسمني فيه. ما ينفع يا فرج ما ينفع. انت راك عصبت بي. منو عند الباب؟ انا اسمع. هلا بنيتي قربي قربي. ايش حالك ابو سالم؟ الحمد لله بخير بنيتي. لا تكوني لي جايه تاخذين خالك مفتاح. وش حق تاخذيني؟ انا مرتاح هني. امي تقول باكر عندك مراجعه في المستشفى ولازم تصير. راح فرحه وبعدني همك مو بعجيفه. سمعين الجن الحريم انا ما يمشي كلامن علي. تعال اترك السنطواني. خيلك خليني وارحمي شايب دي انا ريال شايب. خليني يحلك النفاذ. بعد ادعي علي هذه اخرتي يا خالي. خليني اوديك المستشفى يكشفون عليك وبعدين بردك. دخيلك لا تودينا المستشفى. انا المستشفى ما احبه موليه. ودينا العزبه يا خالي. روح المستشفى بيرقصونك وترد العزبة. إلا تودون العزبة. من هالعزبة أنا راح أحرقها لك. شو أسوي وياك ويا هالعزبة؟ هذا قاصر بعد تحرق العزبة بعد. أمي إذا هو مو براضي يروح المستشفى نجيب له المستشفى هني. ها؟ تجيبوا المستشفى؟ لا ما بنجيب شيء. لا بتجيبوا المستشفى الظاهر عليك ملقعة. لقعت أمي. تعال خالج. إيه خالي شاكة في بعد أنت يا الله يهداك. تحرك مصيبة نشيط اشتاك لك. ياك يا مصيبة. شال مصيبة وياك يا سليم يا ابوي بلاك. انت ليش راسك يابس قد ما تحط فيه من حل ثلاثة بعد يابس؟ ثلاثة ما في كلام يا ابوي. كل ثلاث مشاكيك سمك بتاخذهم بتحطهم في الثلاجة بيونك الناس بيعن. ابا فرج هذا دكان ما في متري بازار. بعدنا لازم نسوي كلام مستر وديمة. سمك ياخذ دكان يسوي ريحة. سمك تسوي ريحة؟ سمك تسوي ريحة يا الهيس ولا حلجك هذا المتروس من البان يسوي ريحة؟ بان ما في كلام. يا هاي سالفة. سليم فرج ها. زين لقيتكم تعالوا وياي علشان تعاونوني. خير شوفي ابيكم تكذبون خالي علشان السيستر تكشف عليه. يجيب حبل عشان يربط بطه. انا اللي بربط الحبل في بلاعيمك يا جليل الحيه. شيخ نبني اول ثور هذا خالي. يلا لا تكثر حكي لحقوني. شو هذا كلام؟ كلام طوف. ها اسمي وين خالي؟ خالي بس عرف انك رايحه تجيبين ممرضه دش الحمام قفل على عمر الباب مو براضي يطلع. واي حسرتي منك يا سوسه ليكون قلتي له. انا قلت له على بالي كذي ما بضاربكم. خالي انت مطول بالحمام اطلع. هي مطول لان لقيت عفعه في الحمام ويحافظ علي يا لسقتله لا حد يقرب من الباب. خالي علم زاح عاد انت وينك وين لفعه يا دوب تشيل نفسك. اقول اطلع الممرضه المتطوعه جاي عشان تفحصك بنفسها. اطلع متطوعه خليها تدور على مطوع غيري. انا ما يخصني في المطوعه. كسر وديمه. انا في كسر باب يد الوضعت كره كريقه. اقول انت ما وراك الا الخساره. شحك تكسر الباب. ان كسرت كسرت راسك. حسبي الله على ابليسك يا بلبان. ماما وبدان ذا هي. ها بدا اندر هي. لا تقول علي بدا. قول خالي شيخ الشباب. خالي اطلع ترى بيكسرون باب على راسك. ما بطلع لو يهدمون البيت على راسي. شو نسوي الحين يا جماعه؟ دختاني ما تقولون لي بشرون عليه شو اسوي؟ انا لازم اروح عندي الشغل. لا دو الناس الله يهداك. صبري شوي الحين خليه يطلع. خالي ما تعبت ما هلكت اطلع بس عاد.
زمان صارت. حط صبعك في عيني وحلم. الله يهديك ابو طعيني يعني. وليش احلف يا خالي ليش؟ علمك ما تحلين كذب. ها ما اسمع. جالس تجيبين علي وجيبه؟ لا 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 احلف ان السستر راحت خلاص طلعت هي واسماء مو في البيت. ايه يلا تعال تعال. لحظه ايه عافيه عافيه على الخال. ايه اقول سارت هي الدخدوره. ايه سارت وبنروح انا وانت المسده. ايه وبنروح نشوف الهوش. ايه سير احب بلا رد ان شاء الله. تعال يا خال الله يهدك. ما تبي قهوه؟ ايه لا خليك الخضره. اخره 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 علي 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 اسمع تعالي اسمع شيبه تكذبين علي وديمه تكذبين علي وانا خالد. ما كذبت يا خالي انا قلت الصج والسستر كانت برا الله يهداك بس انت هلكتنا تعبتنا تمللنا منك كأنك ياهل. بعدين شنو صار يعني خالي فحصتك الممرضه وطمنا عليك ما صار شيء. اخ ممكن اخ اه بشري سستر لازم ياخذ ابره. ايه هذا اللي انا خايف انه هو شابك شيبه. جلبوا جلبوا مرقعه مرقعه. ما علي مفتاح قرصة سمسوم. تستاهل السلامة يا مفتاح تستاهل السلامة. الله يسلمك ويعافيك يا فرج. أسمين افتكيت من سيرة الدخاتر والمستشفيات يا فرج افتكيت. نعم أقول لك أنت ايش حق المستعير كيف ما أنتم ويانا يوم يومين ثلاثة هني. ما أقدر أصبر أكثر من شي يا فرج. عندي فوش وهوش وحلال ويبالهم جابل وأنا هالحين أتريح اللي مر علي من الجماعة. على مك تضحك يا فرج. أضحك عليك يا مفتاح عليك يوم قمت تزاعج وتفاعج يوم طشوك بالإبرة. لا 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 هذاك أول أول ذاك الحين خلاص ما خافت شنتير. أه قلنا قول يا فرج. أه أنت ما تقول إن ظهرك عورك. إيه شوية بعد لين الحين أنا سويع هنا يا القنبة وسمك دام ياسين وما عندنا شغل. لكن أقول يا فرج أحيدك خواف وايد من الميسم. أذكر آخر مرة هموز منك 7 ريايل ميودينك بالقو وانت صارخ. لا 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 هذاك أول يا مفتاح الله هذاك أول ما خاف الحين. أنا خاف من الميسم قبل هذاك. لا هيه بس أنت ما قلت أنك ناسي الميسم مالك هناكي. لا الا او سمك يا مفتاح. هباك عاد مره ها تحط الميسم سيد على العوق. ها حاضر حاضر لا تقول صح عريس لكن وين العوق؟ ها فوق على العلبه. وين العلبه؟ هني ها انزل شوي تحت. بس هذا هاي عندك 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 هذا هو. حسبي الله عليك يا مفتاح. انا ابو حدي وسم معلاق مال ثياب. يا ريال المعلاق هو الدواء هو الدواء والزين. يا حليمه المعلاق حر اكوه حر واحمر لكن بالرابع لاخوي. اقول قل مره سبحان الله ين العوق مره سيده طار ما في شيء بقوم مره. تعال 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 شو ها شو ها تعال تعال يلا حلو حسبي الله عليك. انا اخوك جار لك تسخر عنه. ما يخصني انت تبغى تتحمل يلا ابوي. سلوم سلوم يا ليش قوم عني ما مراكب خيزر عني تبعني. سامحني ابوي صحتك اولى. نسيت وين وسم؟ اي مكان تبغى اي مكان اي مكان؟ إيه. زين عفا عفا عليك يا فرج خليك ريال انسنابي خليك ريال انسنابي قرصة سمسوم بس. بسم الله.